السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير مجلس مجلس نتذاكر فيه كتاب ربنا، نتذاكر فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تلك مجالس تنور بها الصحائف يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الإخوة، لا أخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الإخوة، الخلق خلق الله، والأمر أمر الله. ولا تتصوروا ولا تظنوا أن شيئا يحدث في هذه الدنيا خبط عشواء، إنما كل شيء يحدث بقدر الله سبحانه. ربنا عز وجل قدره وقضاه. فلا تظنوا أن الزلازل تحدث خبط عشواء ولا بناء على تحليلات بعض البشر، إنما وكما قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالذي يأمر الأرض أن تزلزل هو الله. لا تزلزل أرض أبدا إلا إذا أراد الله لها أن تتزلزل. لا تتزلزل أرض أبدا إلا إذا أراد الله لها أن تتزلزل. الأرض مسخرة والسماوات مسخرة. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب السماء في زمن نوح عليه السلام بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهو الذي قال بعد ذلك لما أهلك الطغاة: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فبلعت الأرض ماءها والسماء أقلعت عن المطر. ولا يخفى عليكم أن النار بما فيها مما أودع الله فيها القدرة على الإحراق، ولكن قال الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. السحاب مسخر، الجبال مسخرة، الشمس مسخرة. الشمس مسخرة، تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء فأوشكت الشمس على الغروب وهو يوشع عليه السلام، فنظر إلى الشمس وقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور أن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس حتى فتح الله على يوشع وفتح المدينة قبل غروبها. وفي ذلك يقول الشاعر: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فالشمس مسخرة، الأرض مسخرة، السماء مسخرة، السحب مسخرة، البحر مسخر، كل شيء في هذه الحياة الدنيا مسخر. ولا يمكن أبدا بحال أن يحصل شيء إلا بإذن الله. فنرى حولنا هذه الأيام، نسأل الله لنا ولكم العافية، زلازل تضرب بلاد المغرب، والشخص آمن مطمئن في ليله وفجأة زلزال جعله ينام في الشارع تاركا كل ما حصله في دنيا يتهدم، ونائم في الشارع خائف يدخل البيت من أجل أن يحصل ارتداد للزلزال
ويحصل زلزال مرة أخرى ويفترش الأرض، ضاعت كل أمواله، ضاع أهله، ضاع بنوه، ودمرت البيوت تدميرا. ما هي إلا أيام قليلة ونرى الأعاصير ونرى السحب ونرى الفيضانات في كل دولة في العالم. يحدث اليوم في ليبيا ما يحدث من أعاصير ودوامات، وبالأمس القريب في تركيا فيضانات لا حصر لها، ونرى في لبنان فقر مدقع دخل عليهم. أيها الإخوة، نرى إخواننا في السودان يحل بهم ما يحل. هل ترون أن هذه الأمور تحدث بمعزل عن الله؟ هل ترون أنها تحدث بدون تدبير من الله سبحانه وتعالى؟ كلا والله أبدا. إن الله هو الذي أرسل على قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قد تحدث ابتلاءات للمسلمين لإرجاعهم إلى ربهم سبحانه بعد غفلة كانوا فيها. تحدث ابتلاءات كي نرفع الأيدي إلى الله نقول يا رب سلمنا، يا رب نجنا، يا رب الطف بنا. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا أخذ القوم بالبأساء والضراء؟ قال تعالى: لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعوا الأيدي إلى الله ويقولون يا رب تبنا إليك، يا رب الطف بنا، يا رب اصرف عنا. قال تعالى كذلك في آيات أخرى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة والجد، ونقص من الثمرات لعلهم يضرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى في الآيات الأخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الابتلاءات تحدث من حولنا، تحدث من حولنا، حتى نتذكر ربنا قال لأهل مكة: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يتخطف الناس من حولهم. هل كان هذا لأن أهل مكة أعز على الله سبحانه وتعالى عندما كانوا على قرب من الله، أو جعل بأحكامه إلى أن علمهم يتركوا؟ لكن إذا جاءهم الحق وكذبوا به يأتي العذاب، كما قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أيها الإخوة، تحدث الابتلاءات لإرجاع الناس إلى دينهم، ولكن قل من يتذكر ذلك، قل من يتذكر أن الابتلاء يحدث لإرجاعه إلى دينه ولإرجاعه إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في عشرات الآيات بل مئات الآيات من كتاب الله سبحانه، نرى أن الابتلاءات تساق لتقريب الشخص من ربه. إذا أراد الله له الخير يقترب من ربه، يقترب من ربه، وإلا فإذا كان عاصيا متعاليا على أوامر الله ينزل عليه العذاب يدمره تدميرا. الهدم يحصل، زلزال يدمر بيتا. أحيانا من أهل هذا البيت شهداء اختارهم الله كي يكونوا شهداء، فالرسول قال صاحب الهدم شهيد، وصاحب الهدم شهيد. وأحيانا يكون انتقام من الله لأهل الظلم، فإن الله قال: فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أهلكناها. وقال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأحيانا تكون الزلازل انتقام من الله سبحانه وتعالى لأقوام، واتخاذ أقوام شهداء عند الله سبحانه وتعالى. يا أهل الإسلام، أنتم تعرفون أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وتعرفون قوله تعالى المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تعرفون هذا تماما يا أهل الإسلام، لا تظنوا أبدا أن الأمور تحدث خبط عشواء، ولا تظنوا يا أهل مصر على وجه الخصوص ولا أهل السعودية على وجه الخصوص أنكم كرماء على الله وأن الله ما أنزل عليكم العذاب. أنتم تأتيكم الأمر بما حولكم، إخواننا في السودان أسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب، تركوا بيوتهم بسبب الفوضى وفقدان الأمن والقتل والسلب والنهب، وهم قتلى في الشوارع كثيرا ما لا يجدون من يقبرهم. لستم بأعز على الله من هؤلاء يا أهل مصر. العزيز عزته بطاعته لربه، العزيز عزته بطاعته لربه، ومن يبتغي العزة من غير الله يزل ويهان. ترون ماذا حدث لإخوانكم في المغرب، ترون ماذا حدث لإخوانكم اليوم في ليبيا من دمار وأعاصير، ترون ما حدث من قبل في تركيا، ترون ما يحدث في سوريا، ترون ما يحدث في لبنان من الفقر والمجاعات. كل هذا لعلكم تتذكرون، لعلكم تقولون يا رب الحمد لك. احمدوا ربكم واطيعوه. الحمد متمثل في ثلاثة أشياء: في حمد باللسان، وفي حمد من القلب من سوداء قلبك تحمد ربك، وحمد بالعمل بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعمة، معروفكم جعلني أذكركم بخير، أدعو الله لكم، أساعدكم قدر استطاعتي بالبذل والعطاء. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فقبل أن تسلب منكم نعم الله استقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى، استقيموا على أمر الله حتى يصرف عنا العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، لكن إن بارستم ربكم سبحانه وتعالى، بارستموه بالعصيان، بارستموه بالتكبر على شرعه الكريم، بارستموه بمخالفة أمره كما يحدث الآن، نرى تبرجا مخزيا مزريا يملأ الشوارع والطرقات، نرى مناظر عالية، كل امرأة ممثلة وغير ممثلة تصور أكبر صورة في أكبر ميادين وكتفها ظاهر حتى تفتن الشباب، وكأن ما أحد له كتف إلا هي، تبرجا وخزيا وعارا ولا نكير ينكر. ترون صروح ربوية قائمة تنشر الربا، ترون والعياذ بالله مسلسلات قبيحة، ترون تنحية لحكم الله المنزل وإبداله بقوانين وضعية، ترون قتلا قتالا. يا أهل الإسلام استقيموا على طريق الله حتى يحفظكم ربكم سبحانه وتعالى، ولا والله ما أنتم بأعز على الله، لا أقسم، الأمر لله وحده يعلم، ما نحن بأعز على الله ممن تحدث لهم البلايا والمصائب. فإذا عصيتم كان المصير مصيركم. ويروى عن أبي الدرداء، يروى عن أبي الدرداء أنه لما فتحت بلاد قبرص، بلاد قبرص أو بعض الجزر في البحر المتوسط، وطفق المسلمون يجمعون الغنائم، روي عنه، وأنا لا أقول أن في فعله حجة، لكن أحيانا الشخص يعتبر اعتبارا، رأى المسلمين يجمعون الغنائم ورأى الذل والهوان، رأى الذل والهوان حل بأهل قبرص، فنظر ودمعت عيناه، ليست دموع حزن على هزيمة الكفار، لا، دمعت عيناه، فقال له قائل: يا أبا الدرداء، تدمع عيناك في يوم نصر الله فيه المسلمين وأعزهم وأهان أهل الشرك؟ قال: والله لا أبكي لهذا أبدا، هذا شيء يسعد كل شخص، ولكني نظرت إلى هؤلاء كانوا في رغد من العيش ونعمة، فأصبح مآلهم هكذا،
ما بين قتيل وجريح ومسبي، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب معاصيهم لله وركوبهم المعاصي وفعلهم الكبائر. زالت عنهم نعمة الله، أخشى والله على نفسي أن تزول عني نعمة الله سبحانه، أو أن تكس فتزول عني النعم. إن الذي يعزه الله والذي يذله الله. حدثت الأحداث، حدث الزلازل، حدث طوفان، حدثت مشاكل كبيرة، ما أحد يقول نرجع إلى الله، نتوب إلى الله. لا، تحليلات، يقول لك القشرة الأرضية مش عارف في المغرب هي بؤرتها كذا. طيب، ممكن تكون هذه أسباب، لكن من الذي ساق هذه الأسباب ومن الذي جعلها؟ إنه الله. لقد قال قوم في الطير الأبابيل التي أرسلت على أبرهة ومن معه، قال بعضهم من الذين يحاولون أن ينكروا المعجزات ويزهدوا في قدرة الله، قالوا كانت جراثيم أتت على أبرهة ومن معه، فمع تكذيبه للقرآن أن الله قال فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحشرات من سجيل. حتى إذا سلمت لقوله ولا نسلم أبدا، لكن من الذي ساق الجراثيم في هذا التوقيت؟ من الذي ساق الجرثومة في هذا التوقيت؟ إن الذي ساقه هو الله. لكن نحن أسعد إذا قلنا إن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل، وأنتم أتعس وأشقى لما قلتم الجراثيم. من الذي يسوق الجراثيم للأشخاص؟ من أنت الآن آمن مطمئن وتتعشى معنا وتأكل وتشرب، وثاني يوم تذهب عند الطبيب يقول لك تكشف لي ألم خفيف مرة بك، إذا بالطبيب لك معذرة استرجع، ماذا عندي يا دكتور؟ لك عندك سرطان في الدم. من الذي أتى بهذا السرطان في الدم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يا أهل الإسلام افقهوا، يا أهل الإسلام افقهوا، افقهوا العلمانية والديمقراطية والتحليلات التي تصدر الناس لا تنم عن معرفة بالله، لا تنم عن معرفة بالله. هلا قلنا ولا قال المذيعون في الإذاعات والصحفيون في الصحف، هلموا نرجع إلى الله كي يكشف عنا البلاء ويصرف عنا البلاء. أناشدكم يا أهل الإسلام أن تقنطوا لله في صلاتكم، أن تقنطوا لله في صلاتكم حتى يصرف عنكم السوء. أناشد أهل الإسلام في الدول المجاورة أن يستقيموا على أمر الله سبحانه، وإلا فالفسق أمره إلى زوال، الفسق أمره إلى زوال، الفسق أمره إلى زوال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها الإخوة، لا تفرحوا بالفسق ولا تفرحوا بالفجور، والله هذا نذير شؤم على البلاد والعباد، نذير شؤم على البلاد والعباد. كم من أمة كانت قبلنا أقوى منا، طغت وبغت، ولكن مآلها إلى ماذا؟ مآلها إلى الذل والهوان والدمار. يا أهل الإسلام، من الله عليكم بأن هداكم للإسلام وجعلتم تعرفون ربكم الأعلى الذي بيده الخلق والأمر، فلا تضيعوا هذه النعمة منكم، لا تضيعوا نعمة الله عليكم بالإسلام، لا تضيعوها من أيديكم فتخيبوا وتخسروا. إن ربنا سبحانه لما أهبط الأبوين الكريمين من الجنة آدم وحواء، ولما أهبطهما؟ بمعصية، أكلهما من الشجرة، أكلا من الشجرة بعد أن كان كما قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، آكل شارب مطمئن هادئ لابس مستور جالس في مأمن في كل النعم، ولكن عصى آدم ربه فطرد من الجنة بسبب المعصية. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، طرد من الجنة بسبب المعصية. ولكن من رحمة الله به أنه سبحانه من عليه بكلمات يقولها ما حتى يتوب عليه. الذي وفقه إلى الكلمات هو الله،
قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالله الذي علمه الكلمات التي يقولها حتى تيب عليه بسبب هذه الكلمات، فهذا من فضل الله. لكن أوصى الوالدين بوصية عند إخراجهما من الجنة وعند إهباطهما للأرض، فقال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقال: فإما يأتينكم مني هدى أنا سأرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، فإما يأتينكم يا بني آدم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يتساءل: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت في الدنيا يا رب أرى، وكان كنت رزقني نعمة الإبصار، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وليس هذا فقط، بل وكذلك نجزي، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ليس هذا فقط، وكذلك نجزي من أسرف لم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى. والله الزلازل غايتها ستموت، غايتها ينزل على رأسك شيء حجر يكسره وتموت، لكن عذاب النار أبقى بكثير عياذا بالله منه. والله كما قلت سابقا لإخواني، لو أنك أخذت الآن وألقيت في الفرن العالي لصهر الحديد الذي تصل درجة حرارته 7000 درجة مئوية، والله أهون عليك من أن تشرك بالله أو من أن تعصي ربك سبحانه. غايتك إذا ألقيت في الفرن العالي مت في ثانية مت، لكن يوم القيامة لا تموت فيها ولا تحيا في النار والعياذ بالله. كما قال تعالى: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أسباب الموت تأتيك من كل اتجاه، ضرب بمطارق الحديد على رأسك كفيل بالإماتة، ولكن تضرب ولا تموت. تستغيث تغاث بماء كالمهل، بخاره يسقط فروة وجهك، وتشرب الماء الحميم يقطع الأماء كفيل بإماتتك، نار من حولك كفيلة بإماتتك. كل أسباب الوفاة تأتيك كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الزلازل ماذا أحدثت؟ قبض الله من شاء أن يقبضه، قبض الله من شاء أن يقبضه لاتخاذه صاحب هدم شهيد، وعاقب الله سبحانه الجناة العصاة بما يستحقون لإجرامهم وفسقهم وزناهم وكفرهم. وآخرون جرحوا لعلهم يتوبوا وتركوا مهلة لكي يتوبوا. هل أخذنا العبر؟ هل أخذنا العبر؟ يا من أنتم في مأمن، يا من أنتم في مأمن، اشكروا ربكم في مأمنكم حتى يفرج عنكم الكرب عند المصائب. ربنا قال في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المصلين قبل أن يبتلى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الثلاثة أصحاب الغار، ما الذي أنجاهم؟ ما الذي الله الذي أنجاهم؟ ما أسباب إنجاء الله لهم؟ تذكروا أعمالا فعلوها في حال سلامتهم يبتغون بها وجه الله. واحد تذكر أنه استعف عن الزنا، تعفف عن الزنا المحرم، والثاني تذكر أنه بر بوالديه، والثالث تذكر أنه تورع عن المال، مال الأجير المحرم. فكل ذلك كان سببا في نجاتهم. خذوا العبر من يا أهل الإسلام مما يحدث، ما تجلس تصفق وتطبل وتقرأ الملك فلان يغيث الدولة الفلانية بقافلة طبية، والفرنسيون يغيثونهم واللاعب الفلاني يغيثهم. من يغيثكم من عذاب الله؟ من يغيثكم من عذاب الله؟ من يغيثكم من عذاب الله؟ الله قال في كتابه الكريم:
وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يشكر من ساعد إخوانه في المغرب، يشكر من ساعد إخوانه في ليبيا، لكن أين العظة؟ أي ابتلاء اختبار لا بد أن نخرج منه متفوقين. ما صورة التفوق؟ الاقتراب من الله. نقترب من الله نجحنا في الامتحان، ابتعدنا عن الله فهو بلاء فوق البلاء، وهذا الخسران المبين. كل ما يحدث من حولنا للابتلاء والاختبار، زلزال ابتلاء واختبار، ضياع أموال ابتلاء واختبار، فقدان أهل خسارة في مال، كل ما يحدث إنما هو ابتلاء والاختبار. خرجنا منه موفقين قريبين من الله، شاكرين الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، حامدين لله في السراء والضراء، فنحن في خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الإخوة، نناشدكم بالله أن نرجع جميعا إلى الله، اقنطوا في الصلوات، يا رب تبنا إليك، يا رب اصرف عنا العذاب، يا رب حول العذاب، يا رب اصرف عنا العذاب، تبنا إليك ورجعنا إليك. من كان حكوما حكومة وشعبا، حكومة تعلن عن وجهتها أنها سترجع إلى الله وتعمل بكتابه المنزل، شعوب ترجع إلى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لو كانت قرية تؤمن فينفعها إيمانها، إلا ما حدث هذا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ماذا حدث؟ يونس يدعو في بلده عليه الصلاة والسلام وما استجاب له قومه، فخرج من البلدة مغاضبا، ترك البلاد وخرج عن غير إذن من الله له بالخروج، ساب البلدة وخرج. خرجت لماذا؟ من أذن لك بالخروج؟ أنت نبي تتحرك بوحي. من أذن لك في الخروج؟ ذهب مغاضبا وترك البلاد. ماذا كان أمره؟ آل به الأمر إلى أن اتجه للبحر ولعبت الأمواج بالسفينة، ولعبها بتقدير الله، ما كانت الأمواج أن تلعب إلا إذا قدر الله لها أن تهيج، وما كانت السفينة لتسلم لتضطرب إلا إذا أمر الله بذلك. اقترعوا على يونس، من الذي جعل القرى ترسو على يونس؟ هو الله. من الذي ساق الحوت لما ألقي يونس في البحر؟ في نفس التوقيت يأتي الحوت. الأمر ليس خبط عشواء، الذي يسوقه هو الله سبحانه وتعالى، يسوق الحوت يبتلعه. هذا شأنه، هذا شأن يونس. آل به الأمر إلى سجن موحش مظلم، سجن موحش مظلم، ما سجن شخص في التاريخ كله في سجن مثل هذا السجن وهو حي داخل بطن الحوت. وبعد، هذا مصير يونس. لكن ما مصير قومه؟ لكي نتعظ ونعتبر، قالوا أغضبنا نبينا، أخرجنا نبينا من بلادنا، العذاب سيحل بنا، هيا جميعا نتوب إلى الله، هيا نتوب إلى الله سبحانه. فخرجوا جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، كبارا وصغارا، حتى أخرجوا المواشي معهم، حتى أخرجوا المواشي معهم، يرفعون الأيدي إلى الله ويتضرعون ويعلنون التوبة والرجوع إلى الله. انتفعوا بالإيمان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لا تظن يا أهل مصر أنكم بأكرم على الله من غيركم، لا تظن يا أهل السعودية أنكم بأكرم على الله من غيركم،
لا تظن يا أهل الإمارات ودبي أنكم بأكرم على الله من غيركم، والله لا، ما نظن. الكريم كريم بطاعة الله، الكريم كريم بطاعة الله، العزيز عزيز بإعزاز الله له، والمهان مهان بإهانة الله له. فلا تطلب العزة من غير الله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يا أهل الإسلام الزموا طريق الله، حكومة وشعوبا، جماعات وأفراد، حتى يسلمكم الله. إن أبى أقوامكم إلا المضي قدما في معصية الله، فقولوا بقول الصالحين: رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا رب إن أنزلت عليهم عذابا سلمني منهم يا رب، نجني منهم يا رب. رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. أمر النبي أن يقول ذلك: ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أيها الإخوة، ارجعوا إلى دينكم وارجعوا إلى ربكم. ربكم يقول: فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللهم سلمنا وسلم بلادنا من كل مكروه ومن كل سوء، واجعلنا وبلادنا وأزواجنا وذريتنا سامعين مطيعين لك. اللهم ارزقنا السمع والطاعة لك، اللهم ارزقنا السمع والطاعة لك يا رب ولرسولك صلى الله عليه وسلم. شرفنا يا رب بأن تجندنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل مكروه وسوء، واجعلنا والمسلمين والمسلمات سامعين ومطيعين لك. اللهم ارحم إخواننا في المغرب واتخذهم يا رب شهداء عندك، ارحم ميتهم يا رب، واشفي مرضاهم وداوي جرحاهم يا رب من عندك. اللهم ارحم إخواننا في ليبيا، واكشف الضر عن إخواننا في السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.